بفضل تألق لاعبات النادي الأهلي النهاردة في المباراة مع الجمارك النيجيري. يفوز النادي الأهلي بالعلامة الكاملة 3-0 بنتيجة أشواط 25-10 25-19 و25-14 في الشوط الأخير. وبكده النادي الأهلي هيقابل نادي الشمس اللي كسب السجون الكيني 3-1. خلاص الدور الثمانية اتحدد بالنسبة للنادي الأهلي ونادي الشمس، هيتقابلوا في دور الثمانية. بنبارك للنادي الأهلي، بنبارك لنادي الشمس وصولهم لدور الثمانية. النادي الأهلي لعب 3 مباريات، يعني المستوى ما كانش عالي، لكن أعتقد في المرحلة اللي جاية كابتن حمدي صافي ونجمات الفريق بيعلوا بالمستوى وبيوصلوا. هو دي البطولات دايما، البداية البطولات ما بتكونش هي البداية المهمة، لكن النهاية هي اللي تكون مهمة بالنسبة لنا للوصول للنجمة العشرة لأبطال وبطلات النادي الأهلي في الكرة الطايرة سيدات. كل أمنياتنا الطيبة ليهم بإذن الله في المرحلة اللي جاية في دور الثمانية، بإذن الله يعدوا المرحلة وماتش ماتش معاهم، ووراهم جمهورنا العظيم كمان يقف وراهم بإذن الله في المرحلة اللي جاية. خلينا نروح لمحللينا النهاردة نشوف المباراة رأيهم فيها إيه وقالوا إيه عن المباراة النادي الأهلي.